انا راني ندير في الفيديو والحمام الحمام راه عبالي البنات راهي الوحده وعشرة. كنت خادمه شعري خير من هكا بصح بسبب الحمام حمه راه بزاف راني نعرق تاعك راني نعرق راني نكتر عباكم غادي يزيد شويه نقلع قشي نعصره نعصره ديريكت نعاود نلبسه من كثرت لي راني نعرق. واذا شفتوا شعري في الفيديو رايح ويتخسر ورايح ويعواج عرفوا من العرق راني الحمام راه الزول ايتما استما معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا. اليوم جيت نعرفكم على منتج جديد. هذا المنتج هو اكثر منتج تعبني اكثر منتج دا مني جهد دا مني تخمام دا مني وقت دا مني ميزانيه كبيره. هذا المنتج صرفت عليه بزاف 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 من كاع المنتجات اللي صنعناهم اليومين هذا اكثر منتج صرفنا عليه دراهم لانه هذه المره ما حبيتش نصنع لكم منتج عادي حبيت نصنع لكم برودوي دو لوكس حاجه فخمه حاجه راقيه حاجه كي تقضبها في يدك تحس بلي راك هذا برودوي دو لوكس. كم فاهمين كيفاه؟ الا كنتي هذه اول مره تشوفيني انا اسمي ديهيا بنت جزائريه من اللهجه تاعي باينه بلي جزائريه عايشه في وهران وما داروا مسلسل تاع ولاد الحلال لبني تقولوا صح شكون اللي يعجبكم اكثر مرزاق ولا زينو؟ مرزاق يعجبكم اكثر ولا زينو يعجبكم اكثر؟ با انايا في الفيلم كاع كيما دار كاع عجبوني كاع كيما داروا وشافني بزاف خاساني يا مامي يا مامي خاساني مسكين شافني بزاف 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 شغل مهم خلينا من المسلسل وخلينا من كل شيء خلونا في الفيديو تاع اليوم. مهم كيما قلت لكم انا عايشه في وهران وانا عندي ماركه براند اللي هي ديهيا بيوتي مختصه في كل ما يخص التجميل وعالم الجمال. المره اللي فاتت صنعت لكم ثلاث منتجات. هاد المنتجات الحمد لله يا ربي دارت بوز كبير نجحت نجاح كبير كامل البنات عجبتهم والحمد لله يا ربي هذه نعمه من عند ربي. وبما انه لاكام تاعنا اللون نجحت الحمد لله يا ربي المره حبينا نقدم لكم منتج جديد احسن من كاع المنتجات اللي صنعناهم بكل صراحه. سافري هما كاع منتجات تاعي وكاع نحبهم وكاع كي شغل تعبت عليهم بصح هذا المنتج وحده. هذا المنتج هو السيروم. السيروم هذا السيروم هذا شوفوا حاجه الاولى عزيزه عليا بزاف باسكو عندي استوار كبيره 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 بزاف مع هذا السيروم. هذا السيروم اللي سمحتها لكم هذه المره هو احسن حاجه ممكن نقدمها لكم احسن منتج ممكن اي بنت تملكه. هذا السيروم ان شاء الله بربي راح يكون فيه الخير عليا كيما راح يكون فيه الخير عليكم نتوما. نحكي لكم استوار صغيره على هذا السيروم بعدا كي نوريه لكم وبعدا كي نحكي لكم عليه بادق التفاصيل. هذا السيروم كشغل 6 اشهر اللي فاتوا في حياتي طوالا ما كنتش ندير لكم بزاف فيديوهات ما كنتش ناشطه بزاف في السوشيال ميديا لانه انا شخصيا كانوا عندي مشاكل في حياتي الخاصه مشاكل من كاع الانواع انخدعت نخونت سحروني كل شيء اي حاجه ممكن تخيليها صرات لي في هذه 6 اشهر اوكي. وكنت كشغل انا انسانه حساسه بزاف كشغل كي تجيني حاجه ولا ضربه من عند انسان يكون عزيز عليا متامنش عقلكم شعل الضرني وشعل كشغل ما نقدش صاي. وانا كنت نفوت في مرحله صعيبه كشغل غضبني اكتئاب غضبني قلق غضبني شنو نحكي لكم يا ربي ما كنتش غايه باختصار ما كنتش غايه. اما انا مالغري ما كنتش غايه كنت حاكمني القلق حاكمني اكتئاب كنت دخلت مالغري انا ناس مليح ونسمع في حقي بصح كاين شي صوالح ما قدرتش نسمح في حقي فيهم اضطريت انه اعز الناس ليا ندخله للشرع بسبب هذوك صوالح صوالح حتى ما قدش نحكيهم لكم هنايا. بصح مالغريتو مالغري قاعد شحال انا كنت محطمه من الداخل وشحال كنت مضراره من الداخل كان لازم عليا نوض نوقف على كرعيه نخدم لاكام تاعي نوقف على خدمتي ما خليش روحي نطيح. كم شايفين كيفاه؟ وهذه سي با فاسيل ماشي كاع الناس يقدروا يديروها صعيبه بزاف والله الا صعيبه تكون مدمر من الداخل بصح تكون تجري على صوالحك وتكون تخدم. بعد الخطره كنت قاعده وحدي قاعده وكنت فريمون قاعده نبكي قاعده نقول علاش دائما الناس الطيبين الناس اللي حنان الناس اللي فيهم الخير الناس اللي كيما نقول لك هما الدواء على الجرح علاش هما دائما اللي صرا فيهم صالح اللي ماشي ملاح. وغادتني فريمون قعدت نبكي عليها وفهمي كيفاه. بعدا كي نكشول شفت في البرودوي هذا هو لومبالاج تاعو وقلت ليا مش شابه مازال راهي جايه ليا مش شابه
مازال راهي جايه. وشغل تفائلت بهذا المنتج انه يكون فيه الخير عليا، وبلي نهار اللي نطلق هذا المنتج ونهار اللي نصنع هذا المنتج كامل الامور الشابه في حياتي غادي تجي مع الوقت. وصراحه نهار اللي صنعته وكملت الصناعه تاعه بزاف صالح شابين في حياتي صراو على بيها. في لومبالاج كارطون تاعها كما راكم تشوفوا كتبت لكم هنا better days are coming، باش نتيا كي تشري هذا المنتج كيما كان فيها الخير عليا انا يكون فيها الخير عليك نتيا، باش كي تكوني شغايه في حياتك ولا تصرا لك شي حاجه ماشي مليحه ولا تكون عندك شويه عقلق ولا شويه اكتئاب حطي هذا المنتج قدامك وقراي هذه الكلمه وتفكري هذه الهضره اللي راني نقول لك فيها اوكي، باش يطلع لك المورال وباش ان شاء الله يا ربي كيما كان فيها الخير عليا انا يكون فيها الخير عليكم نتوما. خلوني نحكي لكم على الفكره تاع المنتوج، معناها كيف احتاجت في راسي ليدي باش نصنع هذا المنتوج. حاجه الاولى المره اللي فاتت طلعت لكم ثلاث منتجات وكل منتج فيهم كان هو منتج متعدد الاستعمال. ش معناها؟ معناها منتج واحد يدير لك شحال من فايده في بلاصه اللي تشري ثلاث منتجات سبع منتجات تشري واحد منتج واحد يعوضك فيهم كاع. هذه فكره لقات نجاح كبير عند كامل البنات، كامل البنات فرحوا بها استفادوا منها، كانوا يصوروا لي يبعثوا لي فالدي هي شوفي النتيجه شوفي كيفاش وجهي راه شوفي كيفاش الجسم تاعي راه. كاين البنات اللي داروا طالب على هذيك المنتجات وراهم غي حتى الان مازالهم يعاودوا يطلبوا عليها نفس المنتجات مازالهم يطلبوا عليها كل ما تكملهم يعاودوا يشرو منها. المهم يعني هذه شفتها بلي حاجه مليحه، معناها كي ديري حاجه مليحه كملي فيها. بصح حنا البنات مشاكل توعنا ما تكملش، كل مره تجي عندي ديه وحده تقول لي ديه يا حمبو كي صنعي لنا منتج تاع الكنف، وحده تجي عندي ديه تقول لي ديه انا نعاني من حب الشباب حمبو كي صنعي لنا منتج اللي حب الشباب و اللي طاش توعه، وحده تقول لي ديه انا فيها سيكاتريس، وحده تجي عندي تقول لي ديه انا راني اونسيت وراه فيا التشققه تاع البطن هذيك البيضاء، وحده تجي عندي تقول لي ديه انا البشره تاعي ناشفه. شوفوا عندنا بزاف مشاكل حنا البنات يا مامي يا مامي يا ربي الله يسترنا من المشاكل اللي عندنا. انا في عقلي شنو قاعده نقول في التخمام تاعي كيما هكا بيني وبين روحي ونعقل عليها كل يوم، نعقل كنت نايضه مع الصباح قاعده نغسل في وجهي في المرايا وقاعده نحكي مع روحي والله كيما نحكي لكم الصباح هكا نغسل في وجهي نحكي مع روحي قلت يا ريت كنت لاقى منتج يعاود يجدد كامل البشره، منتج يريباري كامل البشره غير هكا قلتها. ومن بعد كي نقول سي بون هذا هو الحل اللي قلي نلقى هذا المنتج اللي يعاود يريباري كامل البشره، معناها كي جدد لك كامل البشره تاعك معناها الا كان فيك حبل الا كان فيك سيكاتريس الا كانوا فيك هالات سوداء مهما المشكله اللي كانت في وجهك لما البشره تاعك تتجدد راح تروح معها هذيك المشكله وراح تصنع لك بشره جديده بو دو بيبي يعني بشره تاع اطفال. كم شايفين كيفاه؟ وهذه الفكره عجبتني بزاف. حاجه اخرى ثانيك هذيك الدقيقه بدات شغلت نقول باللي انايا وحده من الناس اللي ما عنديش بزاف وقت في حياتي، ما نكذبش عليكم عندي خدمتي عندي داري عندي خدمتي اخرى ديجا. شوفوا غير البروديكسيون هذه تدي مني بزاف وقت عبالكم بها، ديجا راني حكيت لكم من قبل انك شغل الانسان ما نقدش نقعد نهار كامل ما نقدش كي نوض باريزوم نستعمل شحال من منتج، شغل اللي تدي مني ساعه على الاقل باش نكمل كاع المنتجات اللي عندي، خاصني حاجه اللي منتج ولا زوج اللي يهنوني. شايفه كيفاه؟ نوض ندير هذاك المنتج في وجهي نطلصه في وجهي صباحكم سعيد نهاركم عسل نهاركم وردي صيبو كملت الحياه عندي. شايفين كيفاه؟ عبالي تاني بلي بزاف بنات كيما نتوما يقراو في جامعه ولا خدامات ولا سيرتو الصيف راه داخل هذا المنتج راح تستحقوا بزاف في الصيف. فوالا هذا هو المنتج اللي راني نحكي لكم عليه، هذا هو المنتج اللي راني نحكي لكم عليه، هذا هو بيبي تاعي، هذا هو حبيبي اللي دامني وقت كبير بزاف بزاف اللي قلع قلبي شعال دامني مجهود كبير. هذا هو شكل لومباراج كرتون تاع المنتج تاعنا كيما راكم تشوفوا راني خيرته في البيبي بينك. علاش خيرت هذا اللون بالذات؟ شوفوا انا سيفي كشغل المراه كبيره فام دافير بلا بلا بلا، بصح مهما كبرت عندي توجور بيبي مقاريته فيا وهذا البيبي معذبني كيش فاهمكم دي فوا نكون مدابز زعما منارفيا وندابز مع صحاباتي ولا ندابز مع ناس بروش ليا سون فيغ اتونسيون ندير عفسه تاع لي بيبي شغل البيبي كبير وراه يهضر وهذاك الانسان اللي يكون معايا ما يقدش يزعف مني ما باك شغل يقعدوا يضحكوا هكا تعجبهم هما، بصح انا ما تعجبنيش باسكو انا كنت منارفيا وكنت زعفانه منكم كنت نحكي راكم شايفين كيفاه. سي بور سا كي انا توجور مقاريه هذاك البيبي اللي فيا
حبيت تكون لومبالاج تاعو بهذا اللون. وحده من الصوالح اللي لازم عليكم تعرفوها لي انه ماشي انا اللي نمثل الماركه تاعي، وان الماركه تاعي هي اللي تمثل حياتي، هي اللي تمثلني، تمثل الشغف تاعي، تمثل الحب تاعي، تمثل حياتي. وفي هذا اللومبالاج راني درت لكم بزاف اسرار، بزاف اسرار على حياتي. من بعد كي نكت شريه وعدي حوسي منها، دوري هكا، شوفي هكا، قراي هكا، راح تعرفيك شو الاسرار في حياتي اللي ما قد نحكيها حتى واحد، ما قدش نقولها في الكاميرا، وكل شيء حطيتها لكم هنا. غادي نكشف لكم واحد من الاسرار اللي حطيتها هنا، اوكي. واحد من الاسرار اللي حطيتها هنا هي هذه، better days are coming. هذه فوالا، هذا هو لومبالاج كرتون تاعه، منا كاتبين كاع الصوالح اللي كيفيه الاستعمال، طريقه فوائد تاعها، كاع المعلومات اللي تحتاجي تعرفيهم راهم مكتوبين هنا، مكتوبين هنا ولا مكتوبين هنا، اوكي. صنعته على اساس انه يكون برودوي دو لوكس. كاين حكمه في حياتي نحسه بلي ثقيل، بلي عنده وزن، نحسه بلي ثقيل، نحس بلي راني قابه مونستر في يدي. الشكل تاعو لا فورم تاعو كاع هاد الصوالح كي تشوفيها يعطيك القوه، حاجه تعطيك القوه، تحسي بلي راكي قابه حاجه راقيه، حاجه عندها جوده، حاجه عندها قيمه في يدك. لانه انا كيما هكا من برا جايه وانت بيبي كبير، بصح من الداخل عندي قلب قوي، عندي عزيمه قويه. راكم شايفين كيفاه؟ سي بور سا حبيت هاد المنتج يعبر عليا 100%. وما تنساوش انا برج الجوزاء، برج الجوزاء صار لي كيما هاد البرودوي. سيريغرافي تاعو جايه في البلون ارجون، يعني ابيض فضي، اوكي. ما حبيتش نكتب بزاف كتبه، تخنتيش بزاف. علاش؟ باسكو كاع لي غام الكبار بايزون ديور، شانيل، كاع لي الماركات الكبار كي تحكمي بايزون بوتي تاعهم كيما هكا، ماشي تلقاي بزاف كتبه، غادي تلقاي بالك غير اسم الماركه تاعهم، حاجه سامبل. سي بور سا لي انا تاني كون ما حبيتش نكثر بزاف كتبه، حبيت فريمون حاجه سامبل. وهاد القارورات الفد 120 ملل. نتاع هاد المنتج الاسم تاعو هو سيروم ايدغاتون، سميته كيما هكا لانه هذا عباره عن سيروم، ما راهو زيت، ما راهوش بوماده، ما راهو والو، هذا سيروم. هذا المنتج بكل بساطه واش يدير؟ ما يهمش المشكله تاعك في البشره سواء كان الوجه ولا الجسم، هذا المنتج يساعد البشره على انها تتجدد من جديد، يعني يساعد انه البشره تريبارا من جديد. ولما يساعد انه البشره تريبارا من جديد، كامل المشاكل اللي عندك راح يروحوا، سواء كان حب شباب، سواء كان سيكاتريس، سواء كانت البشره تاعك جافه بزاف يعني ناشفه، سواء كانت البشره تاعك مختلطه، سواء كانوا عندك، ما يهمش هاد المشاكل اللي عندك، ما نقعدش نعدد فيهم، كاع المشاكل اللي عندك راح هذا المنتج يساعد البشره تاعك انها تتريبارا من جديد. شوفي باختصار، انت اللي كي تشوفي في درك اكيد عندك مشكله في البشره تاعك، سواء كان في الوجه ولا الجسم تاعك، لانه هذا مصنوع للوجه وللجسم، يعني للجلد، الجلد تاعنا بصفه عامه، سواء كانت على رقبتك، يديك، المناطق الحساسه، كامل، صحه بلا ما نقول لكم باع. مهما كانت المشكلة اللي راهي عندك، لما تستعمليه هو غادي يساعد البشرة تاعك انها تتجدد، وهذيك المشكلة اللي عندك باي باي، باي باي يا مشاكل. تروح هذيك المشكلة. دركا طريقة الاستعمال، شوفوا هذا تقدري تستعمليه بشعل من طريقة، باغ اكزومبل الحاجة الأولى كي تنوضي مرقدة تقدري ديريه لوجهك وتروحي عادي ديري كريم توتال تاعك وتخرجي تخدمي. كيما تقدري قبل ما ديري المكياج تاعك، البنات اللي يديروا مكياج يوميا، قبل ما ديري المكياج تاعك ديري قطرات منها على الوجه تاعك، دلكي غايه وديري فون دو تاعك، ديري المكياج تاعك عادي. حاجه اخرى قبل ما ترقدي، تقدي قبل ما ترقدي ديري من هذا المنتج قطرات من هذا المنتج البشره تاعك وترقدي، غدوه كي تنوضي راح تحسي بلي عندك بو دو بيبي. المنتج هو احسن مرطب للبشره، راكم شايفين كيفاه. هذا هو المنتج تاعنا اللي راح نقدموه لكم هذه المره. كما قلت لكم هذا المنتج تعبت عليه بزاف، دا مني ميزانيه كبيره، وقت كبير، جهد كبير، وهذا الشيء كاع باش نقدم لكم منتج فخم، منتج جوده، برودوي دو لوكس، حاجه تاع لوكس، حاجه فخمه. نتمنى هذا المنتج يعجبكم، ما تنساوش تجربوه، ديري طلب عليه. البنات اللي حبوا طلب خلي لكم الرقم، هذا الرقم تقدي، هذا الرقم اللي راه هنا تقدي، اما تعيطي فيه ترد عليك خدمه الزبائن تعطيها الاسم تاعك والعنوان تاعك والمنتجات اللي راكي حابه تشريها، ولا تقدي تبعتي رساله. هاد الرساله فيها كالتالي، سمعوني غايه، من تبعتيش رساله ناقصه، اوكي. رساله فيها اسمك، اللقب تاعك، العنوان تاعك، اوكي، اسم، اللقب، والعنوان تاعك، والمنتج اللي راكي حابه تشريه،
خاطرش كاينش غير هاد المنتج، كاين منتجات اخرين من لاغام تاعنا الاولى لاني طلق. قبل ما نروح نحب نقول لكم ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو كيما دائما، واذا كنت جديده معنا ما تنساش الاشتراك في القناه في الزر الاحمر اللي داير كيما هكا تدركي فيه هو اللي بيض، وبعدا كاين جرس حداه ثاني تدركي فيه باش يوصلك اشعار بكامل الفيديوهات الجدد اللي نديرهم. قبل ما ندير هذا الفيديو قعدت نتخيل فيه ألف خطره وخطره، شتي تكون مجمع ونفس اللقطه تقعد تخيل فيها وتعاود بسيناريوهات مختلفه. هاد نفس الشيء صرا مع انا، هاد الفيديو تخيلته ألف مره ومره بسيناريوهات مختلفه، كل مره كنت نقول باش نبداه، واش نقول في البدايه، واش نهضر فيه، واش كذا واش كذا، واش نلبس، واش نكون دايره مكياج. قعدت نخمم في ادق التفاصيل حتى من بعد كينا بغيت اني نبدا انه نشكر ربي على كامل صوالح اللي صاروا في حياتي، صوالح اللي عجبوني واللي ما عجبونيش. حاجه الاولى نحب نشكر، شوفوا ماشي غير ونحبتكم نتوما تاني، نتوما تاني في التعليقات تحت كتبوا لي شمال الصوالح اللي تشكري ربي عليهم، وشمال الصوالح اللي راكي متمنيه في حياتك يتبدلوا ويولوا الاحسن. وراح ندعي لك وراح ان شاء الله بربي كامل ندعوا لبعضانا، وان شاء الله يا ربي تستجاب الدعوه تاعنا وربي يحقق لك الحاجه اللي راهي في قلبك. الحاجه الاولى اللي نحب نشكر ربي عليها هي والديا. الحمد لله ونعمه من عند ربي انه مهما صرا لي في الحياه لما نجي عند ماما بابا نقعد نشكي ونقول ماما شوفوا واش صرات لي، بابا شوفوا واش صرا لي، علاش انا صرا لي كيما هكا، ومنا توجور مساكين يعنقوني يفرحوا بيا يعطوني طاقه يصبروني. هذه حاجه نحمد ربي عليها ونعمه كبيره من عند ربي. حاجه واحده اخرى نحمد ربي عليها هي انه المبادئ التوعي ما تبدلتش. ما ربي حطني في ظروف صعيبه بزاف كان يجرب فيا يشوف لي الا تبدل ولا ما تبدلش، بصح ما تبدلتش. هذه ديجا حاجه نحمد ربي عليها انه عطاني قوه اني نكمل على المبادئ التوعي. انسان عندي مبادئ في الحياه، اذا ما كانش عندك مبادئ في الحياه ما عندك والو. الحمد لله يا ربي. حاجه واحده اخرى نحمد ربي عليها، نحمد ربي انه في هذه المده اللي فاتت كشف لي كاع الناس اللي يبغوني ولا ما يبغونيش، كاع الناس كشفهم لي ربي على حقيقتي باش يحميني منهم. صح ندريت، صح ماشي غنضريت، انحطمت تكسرت بصح الحمد لله. فوالا هادو صالح نحب نحمد ربي عليهم. ونحمد ربي تاني على حاجه اخرى اللي هي الصحه، نحمد ربي عليكم نتوما اللي دائما تبغوني اللي تفهموني، اللي نهار اللي جيت وقلت لكم شوفوا البنات انا راني غايبه باسكو عندي اكتئاب كاع فهموني. الحمد لله يا ربي. ونحمد ربي تاني على كاع صوالح الشابين اللي راهم يصراو في حياتي، باسكو حياتي راهم يصراو فيها بزاف صوالح شابين وراني فرحانه بهاد الصوالح الشابين اللي راهم يصراو والحمد لله. دركا نتوما خلوا لي تحت في لي كومونتير واش هما صوالح اللي تحمدوا ربي عليهم، واش هما الصوالح اللي في حياتكم ماشي عاجبينكم تتمنوا ان شاء الله بربي يتبدلوا للاحسن. وانا والله من قلبي راح نحاول، وعد مني وعد راح نحاول كل وحده نقرا الكومونتير تاعها وكل وحده ندعي لها من قلبي وكل وحده نرد عليها، وانتم ثاني قراو لي كومونتير تاع بعضاكم. المهم نحبكم، تهلاو في روحكم، معكم حبيبتكم اللي هي يضحككم قد الدنيا.